ألقي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخرية، كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين، وتقوم لها في أي شيء احتاجته منكم، لأنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضا. سلموا على بريسكيلا وأكيلا العاملين معي في المسيح يسوع، اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي، اللذين لست أنا وحدي أشكرهما، بل أيضا جميع كنائس الأمم، وعلى الكنيسة التي في بيتهما. سلموا على أبينتوس حبيبي الذي هو باكورة أخائية للمسيح. سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. سلموا على أندرونيكوس ويونياس نسيبية المأسورين معي، اللذين هما مشهوران بين الرسل وقد كانا في المسيح قبلي. سلموا على أمبلياس حبيبي في الرب. سلموا على أوربانوس العامل معنا في المسيح، وعلى إستخيس حبيبي. سلموا على أبلس المزكى في المسيح. سلموا على الذين هم من أهل أريستوبولوس. سلموا على هيروديون نسيبي. سلموا على الذين هم من أهل نركيسوس الكائنين في الرب. سلموا على تريفاينا وتريفوسا التاعبتين في الرب. سلموا على بارسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. سلموا على روفوس المختار في الرب وعلى أمه أمي. سلموا على أسينكريتوس، ليغون، هرماس، بطروباس وهرميس، وعلى الإخوة الذين معهم. سلموا على فيلولوغوس وجوليا ونيريوس وأخته وأولمباس وعلى جميع القديسين الذين معهم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. كنائس المسيح تسلم عليكم. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه، وأعرضوا عنهم، لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم، وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء، لأن طاعتكم ذاعت إلى الجميع فأفرح أنا بكم. وأريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر، وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. آمين. يسلم عليكم تيموثاوس العامل معي، ولوكيوس وياسون وسوسيباتروس أنسبائي. أنا ترتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب. يسلم عليكم غايوس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها. يسلم عليكم أراستوس خازن المدينة وكوارتوس الأخ. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. آمين. وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح، حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية، حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان لله الحكيم وحده، بيسوع المسيح له المجد إلى الأبد. آمين.